بالغ القسوة، نعي مؤسسة إعلامية عبر منصات زميلة، ولا عزاء للميت ومحبيه حتى لو تصدر خبر الوفاة صفحات الجرائد الأولى ومقدمات نشرات الأخبار، فكيف إن كان الراحل بحجم صحيفة الحياة؟ قبل أعوام معدودة لم يكن أحد ليصدق أن الحياة التي أطلقها كامل مروة في بيروت عام 1946 كصانعة للصحافة الجديدة يمكن أن تصبح مجرد مادة صحفية أو خبر موت تناقلته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وكأنها تضع الجثة في معمل التشريح لتقصي أسباب الوفاة. عشرات الافتراضات والتفسيرات والاجتهادات قدمت أمام مشهد موت الصحيفة، والمؤلم أن أسماء مجهولة أو شبه مجهولة راحت تعدد الأسباب القطعية للوفاة. صورة الإغلاق أو الموت لم تتضح أبعادها تماماً، ربما كما قيل إنه قرار المالك أو النهاية الحتمية لزمن الورق، فيما حمل رأي آخر الصحيفة مسؤولية موتها لعدم قدرتها على التجدد ومواكبة إيقاع العصر والفوز بحصة دسمة من كعكة الإعلان. لكننا سنجد شخصاً غير محايد يعزي نفسه بأن الزمن ليس لنخبوية الحياة ونمط قرائها، وأن الرحيل أمر طبيعي. كل سبب من هذه الأسباب يبدو كافياً للإغلاق، وفي الوقت نفسه فأن هذه الأسباب مجتمعة غير كافية للإغلاق. الحياة تغادر بلاط صاحبة الجلالة، فيما وسائل إعلامية لا تحصى تتزاحم للدخول، وفيما صحف أخرى تواصل طباعة نسخ لا يقرأها أحد. بين عامي 1946 و2020 عاشت الحياة بين بيروت ولندن وفي كل مدينة عربية، ولم يتسلل الشحوب إلى جملتها الصحفية، ويمكن لمحب القول إنها ماتت شابة. أسماء لامعة لا تحصى عرفها العالم وتابعها من شرفة الحياة، مثقفون عرب كبار لم يعرفوا الاستقرار إلا في أعمدة الحياة. تستطيع الحياة وأبناؤها المنتشرون على امتداد الوطن العربي المفاخرة أن العمل في الصحيفة ظل لسنوات طويلة جائزة يحلم بها غالبية الإعلاميين العرب، وربما كان ذلك أبلغ رد على إعلان موت الحياة.